هنا بيحصل مشاكل كل يوم؟ لا سريع. مفيش مشاكل. يعني الجاردات بيبقوا مأمنين؟ الناس طلعت مصر ما حدش يتكلم قال حاجة، قال مين ضربنا وضربنا مين؟ أهل في مستشفى العجوزة بالظبط. عايز تروح له مستشفى العجوزة يا ريت تروح له. أيوة معظمهم ستات ولا رجالة؟ ستة رجال، ستة حريم وتسعة رجال. كلهم انت شفت الجثث ولا ما شفتش؟ كلهم باقيين. ايوه انا عددهم 1 2 3 4 5 6 عددهم. ستة ميتين حريم. ايه؟ ستة ميتين حريم. طالعين ما تعرفش بقى مين اللي ميت، مين اللي حي، مين ده مين ده. طالعين بينا الله يعوضهم. ساعدتهم طيب انت عملت حاجة معاهم؟ عملت طب احكي لي طيب عملت ايه؟ وقفنا معاهم على قد ما قدرنا. يعني بلوى زي دي ما حد مش طول. سكان العمارة هنا نزلوا؟ كله نزل كله نزل. يعني مش المعتاد ان بتحصل مشاكل؟ لا 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 خالص. حد قال لك ما اشتكوش قبل كده من وجود النايت تحت؟ المصابين حد قال له حاجة؟ طب المصابين كانوا طالعين في حاله سكر ولا كانوا طبيعيين؟ يا بيم المغزى طالع شايله، طالع من الناس شايلاه وعلى اسعاف على طول. بس مش هنوقف. انا قصدي ان ممكن حاله سكر هي اللي خلت الاعداد بتاع الضحايا تزيد. لا 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 انا فاهم حضرتك. لا ان اغمى عليه خلاص مش هتعرف من الدخان ولا كفايه. السكان هنا ما اشتكوش من وجود النايت قبل كده؟ والله كذا مره اشتكوا من وجوده قبل كده. وايه اللي بيحصل لما بيشتكوا؟ بيشتكوا الاسم ولا الحي؟ يعني لا انت ما بتتضايقش من هنا من وجود نايت جنبك؟ نفس القناه مخنوقين منه. انا عن نفسي مخنوق منه. ما حاولت